جلسة فتح المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي لعروض الرعاية وفقا للمزايدة التي أعلنها النادي الأهلي، وتتنافس على حقوق رعاية النادي ثلاث شركات، بالتأكيد هي مؤسسة الأهرام وشركة بريزنتيشن سبورت وشركة صلة سبورت. وفي هذه اللحظات داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة بدأت منذ قليل جلسة فتح المظاريف المالية، خاصة بالأمس كان هناك جلسة أخرى لفتح المظاريف الفنية، وزي ما احنا شايفين قدامنا هي لقطات حية منذ قليل للشركات المتنافسة التي حضرت منذ قليل لمقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور يعني جلسة فتح المظاريف المالية الخاصة بعروض الرعاية الخاصة بالنادي. كان بالأمس زي ما قلت لكم كان في جلسة فنية لفتح المظاريف والاستفسارات الفنية، ويمكن الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي كان قال إن إدارة الشؤون القانونية بالنادي قدمت تقرير مفصل لمجلس الإدارة، وتم تحديد اليوم جلسة منعقدة حاليا لفتح المظاريف المالية في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وزي ما احنا شايفين في اللقطات معانا سيادة الوزير طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه الجلسة المهمة جدا. وزي ما احنا متابعين خلال السنوات الأخيرة وخلال الفترات الأخيرة دايما النادي الأهلي في مسألة الرعاية سباق، ودايما له الأولوية وله الريادة في الأرقام القياسية التي يضربها من خلال حقوق الرعاية التي تفوز بها الشركات خلال السنوات السابقة. وفي هذه اللحظات طيب واحنا متابعين لكل تفاصيل خاصة بفتح المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، معانا على الهواء مباشرة مراسلنا وزميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، لأنه يطلعنا بقى على كل التفاصيل الخاصة بجلسة فتح المظاريف المالية وآخر المستجدات عنده في هذه اللحظات في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، في ظل اهتمام إعلامي كبير جدا ومتابعة من جماهير النادي الأهلي لهذه الجلسة، لأن بالطبع يعني النادي الأهلي لما بيتم الإعلان عن رعايته بتبقى هناك منافسة كبيرة جدا بين الشركات. أمير برحب بيك في البداية، وعايز أطمن منك وجمهور النادي الأهلي في هذه اللحظات منتظر يسمع منك الجديد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وفتح المظاريف المالية الخاصة بمزايدة رعاية النادي الأهلي. السلام عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما أنت بتقول من خلال تواجدنا هنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بدأت منذ لحظات فعاليات فتح المظاريف الخاصة أو المظاريف المالية الخاصة برعاية النادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة، وده من خلال مشاركة ثلاث شركات كبرى سواء مؤسسة الأهرام أو شركة بريزنتيشن وشركة صلة، واللي اكيد بيتنافسوا على رعايه النادي الاهلي لمده ثلاث سنوات مقبله ان شاء الله. خليني اقول لك ان الجلسه لسه مستمره، ابتدت بالظبط منذ حوالي 10 دقائق، من المتوقع ان هي تصل لمده ساعه، من يعني ما يقرب من ساعه لساعتين كده لحد ان شاء الله ما يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي. لكن خليني اقول لك اللي بيحضر من مسؤولي النادي الاهلي في هذه الجلسه، كل من المهندس خالد درندلي طبعا امين الصندوق ورئيس اللجنه، وايضا بيحضر الاستاذ عصام سراج طبعا الدكتور عصام سراج مدير التسويق، وده بالإضافة أيضا لبعض الشخصيات اللي بيديروا هذا الملف أو المسؤولين على هذا الملف من خلال تواجد ثلاث شركات واللي بينافسوا بشكل كبير جدا على رعاية النادي الأهلي لثلاث سنوات مقبلة. وده شيء مهم جدا بالنسبة للشركات، وأكيد زي ما هو مهم بالنسبة للشركات اللي بتحاول إن هي تفوز برعاية النادي الأهلي، مهم أيضا بالنسبة للنادي الأهلي إن هو يجيب أكبر عائد في تاريخ الأندية المصرية، ومش بس المصرية إن شاء الله الأفريقية. مستنيين كلنا محمد إن شاء الله إن يكون في رعاية بشكل ضخم كبير جدا طبعا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترات المقبلة. محمد أمير، هل في أو لمست أي تصريحات من الشركات المتنافسة اللي بالتأكيد في هذه اللحظات في جلسة فتح المظاريف المالية، تصريحات إعلامية اللحظات الأخيرة قبل ما يدخلوا جلسة المزايدة الخاصة برعاية النادي الأهلي؟ أنا شايف حتى كمان في خلفية الصورة عندك زملاء صحفيين، في اهتمام إعلامي كبير عندك دلوقتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هل لمست تصريحات أو اتكلمت مع الشركات المتنافسة في اللحظات الأخيرة قبل ما يدخلوا، بحيث إن احنا يعني نطلع عن جديد فيما يتعلق برعاية النادي الأهلي و الخبر الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي في هذه اللحظات؟
تمام. يمكن زي ما انت بتقول في اهتمام اعلامي كبير جدا يا محمد بهذا الملف وهذه الجزئيه بالتحديد، فبالتالي جميع الشركات يمكن التزموا الصمت قبل الدخول للجلسه، وده يمكن من التركيز الشديد او المنافسه الشديده اللي ما بينهم، ما حدش فيهم كان بيتكلم اطلاقا، كله منتظر لما ستصفر عليه طبعا هذه الجلسه، والكل طبعا بيامل ان هو يفوز بحق رعايه النادي الاهلي ان شاء الله لثلاث سنوات مقبله، والكل بيتنافس بشكل قوي ان شاء الله ان هو يفوز بهذه الرعايه. بالشكل الاهم او المهم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يجيب اكبر عقد رعايه في تاريخه ان شاء الله من خلال جلسه النهارده يا محمد. طيب بالامس يا امير كان في جلسه طبعا لفتح المظاريف الفنيه ويمكن الاستفسارات الفنيه، الشركات بتحاول بتشوف كراسه الشروط ما يتم في كراسه الشروط ومتابعه ما يدور في رعايه النادي الاهلي. بالامس كانت جلسه المظاريف الفنيه، هل لديك بخصوص هذه الجلسه اللي بالتاكيد الشؤون القانونيه كانت حاضرها، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الاهلي قال بعد هذه الجلسه ان تم تقديم التصور للمجلس وفي هذه اللحظات جلسه لفتح المظاريف الماليه؟ طبعا زي ما انت بتقول امبارح كان جلسه لفتح المظاريف الفنيه، النهارده الجلسه الاهم هي فتح المظاريف الماليه، لكن طبعا ده اكيد ده شيء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه اليوم، وهو او المجيء باكبر عقد رعايه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال جلسه النهارده، وهي الاهم يا محمد في كل الاحوال، واللي اكيد ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ان هو يقدر يجيب عقد رعايه عليه. لكن خليني اقول لك يمكن منذ لحظات كان في زي جلسه وديه كده خرج من خلالها المهندس خالد الدرندلي وقابل فيها الكابتن محمود الخطيب اللي كان قاعد في غرفه الاجتماعات الخاصه مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في زي بعض المداولات ما بينهم كده، الوضع ان الامور تبدو ساخنه شويه، في تطورات بالنسبه لهذا الملف، لكن ان شاء الله نتمنى ان في النهايه زي ما بقول لك دايما وبكرر ان شاء الله يكون العائد هو الاهم ومصلحه النادي الاهلي باكبر كم ممكن من المكاسب من خلال هذه الجلسه. بالتاكيد يا امير، وبالفعل وكمان بعد اجتماع او بعد جلسه الرعايه وفتح المظاريف الماليه هناك اجتماع تكميلي لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لاعتماد العدد طبعا العديد من القرارات ومناقشه بعض البنود الخاصه بالنادي الاهلي موفق في الرقم النادي الاهلي موفق في الرقم جيد خاص برعايه النادي الاهلي خلال السنوات القادمه باذن الله. شكرا جدا.